ظبط المايك والحاجات الرهيبة دي. أنا سعيدة الحرقاني، عندي شركة Art Advisory اسمها Adsum Art. أنا Art Advisor هو اللي بيشتغل مع مقتنيين الفن، بيساعدهم يعمل ريسيرش على إيه الفن اللي موجود، إيه اللي ممكن يقتنوه، بعمل ريسيرش على سوق الفن، آليات السوق ماشية إزاي وهكذا. من مشاركتي مع فوتوبيا في ورش عمل قبل كده كتير كان دايماً السؤال عند المصورين، إحنا نخش عالم الفن إزاي؟ لو أنا عايز أبيع أعمالي مش كفوتوغرافيا فوتو شوتس أو حقوق نشر أو الوسائل المختلفة، إزاي الفن الأعمال بتاعتي تتحول لسوق الفن؟ فدايماً ده بيبقى سؤال متكرر في الندوات اللي بعملها مع فوتوبيا. فالنهاردة الموضوع كان فيه ناقد أمريكاني اسمه جيري سولتز، كان كتب أرتيكل فيها 33 درس إزاي حد ممكن يبقى فنان، أي حد إزاي ممكن يبقى فنان. فقلت دي بداية كويسة قوي نبتدي بيها، إن إيه الحاجات اللي لازم أعملها عشان أوصل أبقى فنان. بس عملها البرزنتيشن كلها من دي كونتكست مصري ميدل ايست اكتر، يعني هو الارتيكل بيتكلم اكتر على امريكا، انما انا هعملها للشرق الاوسط لان طبعا السوق هنا مختلف واليات السوق مختلفه تماما. في اني نون عربيك سبيكرز ان ذا اودينس؟ نو. اوكي، السلايدز كلها بالانجلش بس انا البرزنتيشن بتاعتي كلها عاملها بالعربي، هيبقى في طبعا مفردات في النص انجليزي فسامحوني لو حد لحقني بالترجمه يبقى هايل. طيب الناس اللي في الاودينس، انتوا قد ايه منكم مصورين او فنانين؟ في فنانين في الاودينس؟ فنان مصور فوتوغرافرز كلكم؟ اوكي ارتستس في معنى فنان. فيعني لو عندك اكزامبلز عايز تديها في النص اتس مور ذان فاين، ونخلي الاسئله في الاخر عشان ما نتاخرش. معلش ممكن الدوشه اللي على اليمين هنا يوطي صوتكم شويه؟ Thank you. طيب هو مقسم الدروس بتاعت ازاي بقى فنان في مراحل تكوين وتطور الفنان. ففي أول مرحلة أنا لسه أماتير خالص، ما دخلتش سوق الفن، ما أعرفش أي حاجة قبل ما ابتدي أكتشف أنا فنان أصلاً ولا لأ، ولا عارف أفن ولا لأ. يعني أول حاجة ما تبقاش محرج ومكسوف، لأن الفنان لما بيعرض فن هو بيعرض حتة من نفسه، بيإكسبوز نفسه، بيعبر عن نفسه، فبيبقى مخيف الموضوع ده شوية. فأول درس مش عايزين كسوف، مش عايزين خجل. هو حاجة تخوف إن أنا أطلع جزء من نفسي بس مش مهم. ممكن تعبر عن حاجات في نفسك ناس شايفاها غريبة قوي، ممكن حد يقول لك انا شفت الصور دي قبل كده، لا معروفه ما فيش حاجه جديده. ممكن حد يقول لك ده شغل ممل او غريب مش مفهوم. ممكن حد يقول لك هعمل ايه بكل الكلام ده، مالوش فايده، طب اعرضه ليه. كل الكلام ده بيبتدي في الاول بتشكك في نفسك، ما تخجلش من انك تعرض برضو اعمالك. والفن مش لازم يعني اي حاجه لاي حد، مش لازم حتى يبقى كويس، يعني ما فيش اي حاجه تقول ان اللوحه لازم تبقى كويسه او الصوره لازم تبقى كويسه، مش مهم اعملها anyway. ده احنا بنتكلم على مرحله ما قبل البدايه، يعني لسه في الاول خالص. يعني الليسن اللي بعد كده، احكي حكايتك، اي حاجه هتقولها، احكي اي حكايه انت هتقولها صاد او جايه من نفسك هتبقى انترستينج. ده عمل فني للفنانه المصريه الارمنيه الكنديه انا بوجيجيان. هي ابتدت شغلها كان كله بترسم وبتكتب في مدونات، كلها مذكرات بتاعتها مدونات. بعد كده اتقلبت بقت اعمال فنيه وبقت تعمل انستليشنز اكبر قوي، بس هي كلها بتعبر عن افكار عندها، اراء عندها، ايه اللي شايفاه بطريقه فنيه. هي بتقول قصتها بس، مفيش اكتر من كده. مش معنى بقى ان بقول قصتي ان الناس هتقدرها او ان الناس هتحبها، مش مهم، ده هيجي بالوقت وبالمحاولات الكتيره الناس ممكن تقدر. بس انت في الاول خالص، هنتكلم على المرحله الاولى في تكوين الفنان، لازم ما عندكش اي خجل، تكتب قصتك، تعبر عن نفسك، الابريشيشن او التقدير هيجي بعدين.
إنجي. في الأول برضو it's okay إن تقلد أو تبقى متأثر بحد، ده عادي جدا وبيحصل. ده مثلا عندنا تمثال ديفيد الشهير اللي موجود في فلورنس، وده تمثال ديفيد بتاع نحات مصري اسمه أحمد عسقلاني. أحمد عسقلاني فنان مصري متمكن جدا من حرفته. هو في تليفون حد هنا مش عارفة بتاع مين وبيرن بتاعك. فهو مش بيقلد، هو بيقدم رؤيته هو لديفيد بطريقته هو ببصمته هو. لما أي حد هيشوف ده هيقول ده عسقلاني مش ديفيد. فإتس أوكي إن في الأول هنبقى متأثرين بفنانين، ده طبيعي جدا. تأثر بيه بس خليه بتاعك أنت، خليه بروحك أنت، خليه بلمسة مختلفة بتاعتك أنت. الفن مش لازم يبقى مفهوم، مش لازم ابدا ان حد يعمل. بحس ان فوتوغرافرز كتير قوي بيبقوا عايزين اللوحه تبقى مظبوطه قوي، مفهومه قوي، صح في الاليمنتس بتاعت ايه الصح وايه الغلط وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، مهمه قوي بالنسبه لهم. في الفن مش لازم يبقى حاجه مفهومه خالص، هنيجي لده بعدين ليه يعني. بس لازم في تقنيه واستمراريه في التجارب. ده فوتوغراف من أقدم الفوتوغرافز السريالية المصرية، دي لي ميلر، كانت متجوزة واحد مصري وعايشة في مصر، ودي صورة ليها في سيوة. دي من أشهر الصور اللي دايماً بتطلع في المعارض السريالية عن مصر، بتطلع الصورة دي. ممكن تفهموها بالطريقة اللي تفهموها، تحسوها بالطريقة اللي تحسوها، ممكن حد يشوفها إيه السلك المتقطع مش فاهم، مش مهم أنك تفهمها، المهم أن يبقى فيه استمرارية وصدق في التجربة اللي أنت عايز تعبر عنها. مش مهم ان حاجه تتفهم. Again, very important. Work. يعني اشتغل كتير جدا على التجارب، جرب حاجات مختلفه. هنا دي اكزامبل لفيفيان ماير بعد ما ماتت، اللي اكتشفوا الكم الهائل من الفوتوغرافز بتاعتها. ما كانتش بتشتغل مصوره بس، لقوا ان عندها اركايف رهيب من الصور. اتعرض بعد ما توفت واتشهرت بعد ما توفت، ولقوا عندها اكسبيرينس هايل يعني. فالورك او الشغل الكتير قوي ده الحاجه الوحيده اللي هتخلي اليمنت الخوف يقل. كل ما تشتغل اكتر وتقدم اكزامبلز اكتر، الليفل الخوف ده بيقل، ان انا اعرض او ان انا اوري الناس جزء من تعبيري عن نفسي. دي كلها المرحلة الأولى اللي هي أنا لسه أماتر، لسه مثلا متخرج، أو لسه بفكر أخش في نون جميلة ولا لأ، أو هاوي عندي 50 سنة قررت إيه ده، تم أجرب أبقى أرتست، أنا عندي حس نفسي أجرب يعني. المرحلة الجاية عايز أبتدي بقى أعمل إيه، الستوديو براكتس بتاع المانيول بتاع التدريب، هدرب نفسي إزاي. أول حاجة هو بيقول start with a pencil or a phone camera حتى، بس you have to start with a tool. لازم أبتدي بأداة عندي. لو رسام يبتدي يرسم sketches، يرسم نفسه كتير، يرسم عين، يدرب إيده. لو معايا تليفون كاميرا أصور طول الوقت. ما تفكرش في الصورة دي طلعت كويسة ولا وحشة، لازم أجرب. ما تفكرش دي الناس ما تشوفها تتبسط ولا لا، الناس هتعلق دي غريبة ولا لا. Just start. هنا this is a photograph لنرمين همام. هي بتصور كتير قوي قوي قوي، طول ما هي ماشية طول ما هي شغالة بتصور. بعد ما بتصور وترجع بقى في الستوديو تقعد تعمل editing. هنا في الاكزامبل ده هي مصورة عسكري وشايلاه من الواقع اللي هو فيه، حطاه في باك جراوند تاني وواقع تاني خالص. بس البداية كانت انها بتصور كتير قوي. مهمة قوي النقطة دي، develop form of practice. يعني مش معنى ان انا فنان مثلا painter تصوير ان انا هو ده بس اللي هعمله. اي فنان لازم اجرب mediums مختلفة، اجرب اعمل حاجة فخار، اجرب اصور، اجرب اخيط، اعمل embroidery. لازم اجرب mediums مختلفة قوي عشان
كل ميديم من ده هيديني عايزين نصوروا الاكسرسايز هيديني اكسبيرينس جديد هقدر استعمله بعد كده في الفوتوغرافيا بتاعتي. هتلاقي فنانين كتير قوي بيدخلوا في الفوتوغرافي امبرويدري, يدخلوا في الفوتوغرافي تبقى ازاي انستليشن, ايفن حاجات بسيطه زي لما هتعلم مثلا شغل خشب هبروز ازاي, ده هي هي هيساعدني في ده. بس اي فنان لازم يبقى عنده تجارب متعدده في ميديمز مختلفة, مش بس اللي هو معجب بيه, هيديله ادج تاني, هيديله سكيل تانية هتساعده في العمل الفني بتاعه. تعلمت بقى المهارات المختلفة دي, فاين تيونت بقى. ده عمل فني لباسم مجدي. باسم مجدي فنان مصري عايش في سويسرا حاليا. هو بيعمل كل حاجة بنفسه, يعني هو بيصور أنالوج بس مش ديجيتال, بيحمض, بيطبع, بيعمل كل حاجة بنفسه. وفي خلال التحميض بيستعمل كيميكلز مختلفة عشان يطلع إفكتس مختلفة. ساعات ممكن يستعمل منظفات مثلا منزلية أو خل أو عشان يطلع إفكت مختلف في الصور. كلها تجارب, وهو ده كله من انه كان عمل اكسرسايز اللي قبل كده اكيد, وجرب اكسبيرمنت ايه اللي ممكن اعمله مختلف, ايه الحرف المختلفه او المهارات المختلفه اللي ممكن اكتسبها, فوصل للمرحله دي اللي هي في عمله. هو مهم قوي الاحساس وكواليتي الاحساس اللي الايمج بيديها لك, فالايفكت بتاع التحميض بالكيميكلز المختلفه دي مدياله الاحساس اللي هو عايز يوصله. وكل فنان عنده ديفينيشن او عنده تعريف للمهاره. كل واحد شايف مثلا انا لو اخذت الفوكس مظبوط قوي يبقى انا كده هايل, او انا لو سالت اي حد هيفهم المضمون اللي انا عايزه اوصله يبقى انا كده هايل. كل واحد عنده تعريف يعني ايه مهاره, ولازم كل واحد يعرف بالنسبه لنفسه هو ايه, ايه اللي انا بعمله مختلف, ايه المهاره اللي انا عندي مش عند حد تاني. دي ممكن نقعد نتكلم فيها كتير قوي. embed thought into material. العمل الفني, وهنتكلم فيها تاني كتير عشان دي حتة نقطة مهمة أنا بالنسبة لي بقى شخصيا, إن العمل الفني مش بس ديكور. وإحنا للأسف السوق المصري بيتعامل مع الفن بصفة عامة على إنه ديكور, لونه حلو, السبجكت لذيذ, هيليق مع الكنبة, كل المشاكل دي. هو الفن ممكن يبقى ديكوراتيف, يعني ممكن عمل فني يبقى حلو ينفع الاثنين, بس هو مش ده هدفه. فبيبقى فيه ليفل او لاير تاني من الفكر او الاحساس موجوده في الاعمال الفنيه. والفكر والاحساس ده بيتفهم لما بتشوف العمل حتى لو هو عمل complicated. فإحنا قدامنا صورة هنا للفنانة مها مأمون من السيريز بتاعتها كايرو سكيبس. فأنتوا لما بتبصوا عليه شايفين إيه؟ شارع؟ سواد الشارع وفستان مبهج. إيه تاني؟ باترن. السيريز دي هي كانت عاملاها بتعبر عن لقطة من اللقطات في اليوم في القاهرة. دي كانت هي قديمة قوي, السيريز دي من 2003. إن قد إيه القاهرة بقت أسمنت وكونكريت ومباني, حتى الجناين والزرع اللي موجود مختفي وبيبقى موجود في لقطات بسيطة في اللبس اللي بنلبسينه. وقصدت إن هي تعملها, هي 3 متر في 50 سنتي, فهي بانوراما كبيرة قوي ومقصودة كده عشان تحس بالإفكت ده على طول. ففي فكر embedded أو داخل العمل الفني. هي صورة زمان في 2003 لما ده تعمل ناس كتير قالت بس ليه عاملة كروب كده, ليه أنا مش شايفة شكله غريب, يعني كان في الناس مش مرتاحة للصورة دي, بس هي كانت مقصودة إنها تبان بالشكل ده. find your voice. دي من أصعب الحاجات اللي الفنانين بيواجهوها, especially أول لما بيبتدوا, لو مثلا خريج فنون جميلة أو أي مجال تاني, بياخدك وقت وتجربة كتيرة قوي عشان توصل أنا صوتي إيه,
أو أنا بصمتي إيه أو أنا عايز أقول إيه أيا كان لقيه وبعدين exaggerated أعمله بالزيادة. دي صورة لفنان مغربي حسن حجاج كان مصور الشيخة حور القاسمي شيخة الشرقة اللي هي من أكبر رعاة الفن في الشرق الأوسط، هي الهيد أوف المتحف الشرقة للفن. هو شغله كله ألوان قوي، very saturated colors، patterns كتيرة قوي، ودايما البرواز اللي دايرن داير ده بيبقى فيه حاجات من الكالتشر، يعني مرة بقى علب كانز بلوبيف، حاجات جزء من الكالتشر هي في البرواز نفسه. فأي حد هيشوف ده هيعرف أنه حسن حجاج، ومصور ناس كتيرة قوي ومشهور قوي، يعني منهم مادونا ومعرفش مين تاني، يعني عالمي يعني. فأول لما تشوفه هو ده الفويس بتاعه، ولما تشوف أعمال تانية بتاعته مش بس بورتريتس هتفهم إن هو جزء بتاع إيه الحاجات اللي في الكالتشر بتاع في المغربي بالذات، يعني اللي إحنا بنشوفها كل يوم وبننساها. هيجيبها في المقدمة بتاعت الأعمال، مش بس إن هو الاستاتيك والمنظر والألوان ريكوجنايزبل، بس حتى الألمنتس اللي بيستخدمها. ده عمل للفنان المصري يوسف نبيل، كان عامل فيلم قصير لسلمى حايك اسمه I Saved My Belly Dancer، وبعدين كان فيه images منه. برضو أي حد هيشوف الأعمال دي هيعرف إن ده يوسف نبيل. هو كان بيستعمل التكنيك القديم أو الصور اللي بعد ما النيجاتيف يتبع يلون الصور. صوره كلها سيدكتيف كده ومحلونة قوي، يعني مش لاقي كلمة أحسن من كده يعني. فهو معروف جدا ده يوسف نبيل، ده الفويس بتاعه. مش مهم يعجب حد، يعجب او ما يعجبش، كويس مش كويس، كل ده مش مهم دلوقتي. المهم ان هو عنده فويس بتاعه، هو معروف وواضح جدا. فلو حد قال لكم مش شاف اعمالكم، انا شفت الحاجات دي شبه فلان او شبه فلان، مش مهم، اعملها برضو 100 مره 1000 مره لغايه لما تلاقي your own voice. والاكسرسايز اللي بيساعد على ده ان تعملوا زي كولاج، او ان شاء الله كتابه، او ترسموا، او اي حاجه. كل حاجه في حياتكم مهمه بالنسبه لكم بتحبوها، اكل بتحبوه، مزيكا، قضايا سياسيه، ايه اللي شاغل بالكم، تكتبوا كل حاجه عنكم بتحبوها، مطارات، مباني، سفر، انا بحب البحر، تكتبوا كل حاجه بتحبوها في حتة في ده وتقروه وتبصوا عليه تاني، هتلاقي ايه الحاجات اللي بتفرق معاك، والفويس بتاعك هيبقى جاي من الحتة دي. فلو دايما مثلا architecture ومباني بتطلع دايما وده مهم، يبقى في architectural element مهم بالنسبة لكم، هيبقى جزء من الفويس بتاعك في الأعمال الفنية. لو حد عنده أسئلة ممكن تسأله، عشان برغي كتير قوي، ممكن تدوني بريك يعني. طيب الكم درس اللي جايين دول صراع كده بديهيين برضو، مش يعني ممكن تقولهم دروس للحياة برضو مش بس للفن يعني. Listen to the crazy voice inside your head. كل فنان بيبقى عنده كده واحد قاعد بيزن جوه، لا ما تعملهاش كده، عملها كده، لا حلوة دي، لا مش حلوة، طب ما تجرب بتعملها كده. It's okay، listen لكل الأصوات دي وجرب. جرب، هي الفكرة من كل الكلام اللي بيقوله جرب. لازم في تجارب كتيره قوي، نعمل ده ويعجبني اعمله، ما يعجبنيش برضو اعمله، طب جرب ده، طب جرب ده، عشان تبلد، نبني جوانا ريزرفوار من الاختبارات والاكسبيرينسز في الحياه اللي تعرف تخليني اعرف انا ايه اللي بحبه وايه اللي ما بحبوش، ايه اللي اعرف اعمله ما اعرفوش. لو ما جربناش كتير مش هنعرف نعمل ده خالص. Know what you hate. لازم تعرفوا ايه اللي ما بتحبوهوش وتركزوا عليه قوي. لازم تبص ايه اللي انا ما بحبوش وما بحبوش ليه. وفي اكسرسايز بيقولك بص على 5 فنانين ما بتحبهمش، او 3 فنانين ما بتحبهمش، واكتب 5 حاجات عن كل فنان ما بتحبوش، ليه ما بتحبوش، واقراها كويس قوي، لان حاجه من دول فيك انت، موجوده فيك انت، انت مش حاببها في نفسك، بس هي طالعه في صوره ان انا ما بحبش الفنان الفلاني مثلا. فده الاكسرسايز. وجان دي حاجه ممكن تعملها في الحياه برضو، هي دروس حياتيه برضو. لو اي حاجه مش حاببها لازم تفهم انت ليه مش حاببها، لان غالبا فيها ريفلكشن على انا حاجه ما بتحبهاش في نفسك يعني. Scavenge life is your syllabus, gather from everywhere.
ما فيش حتة ما أقدرش أتعلم منها. يعني في الفنان المشهور مارسيل ديشام راح, هو فنان معروف جدا يعني استابلش, بيعرف يعني معروف إنه بيعرف يرسم. فراح مرة, ده في أوائل 1900, راح زي خرابة وجاب من عندها مبولة بورسلان مرمية, راح جايبها وقلبها ومسميها النافورة وعرضها في معرض. هو مش بيستهزأ, وهو مش بيستعبط, وإيه سهل ما أي حد ممكن يجيب ده. هو في زمن ومرحلة كان عايز يقول إن الفنان يقدر يعمل ده, إن أنا أعدت صياغة حاجة وإن أنا أعدت تسمية حاجة واستخدام حاجة إنها تبقى فن, بس بدام أنا فنان وقلت كده يبقى هي كده. فهي كانت مرحلة, وهو كان فنان استابلشت قوي, مش واحد لسه متخرج مثلاً. فأنت ممكن تلاقي إلهام وتتعلم من أي حتة. من يعني في مثلا كريم الحيوان بيعمل, ابتدى شغله إنه هو بيعمل ساتردي ووكس, بيتمشى في وسط البلد يوم السبت أو في أي حتة ويصور. دي كانت البداية, وبعدين ابتدى إيه ده, لا انترستينج ده, وابتدى يصور أكتر وابتدى يعمل بقى سيريز مختلفة. بس ممكن تتعلم من أي حتة في الحياة. ستيب 3 دي بحس ان هي اصعب ستيب للناس اللي مش متعوده على عالم الفن, وبتاخد وقت طويل قوي. ازاي افكر زي الفنان؟ ازاي بقى انسى كل اللي انا متعلمه من قوانين ورولز بعد ما تعلمتهم, واطلق العنان واعمل اللي انا عايزاه؟ هو بيكمبير كاتس اند دوجز, بمعنى لو في اي كلب ندهته هيجي لك ومبسوط وايوه ويلعب وتمام واضح وصريح جدا مبسوط انه شافك. لو ندهت قطه هتبص لك كده وتمشي وتلف شويه وتيجي. الفنانين مش ستريت فورورد زي القطط, ما فيش حاجه واضحه وصريحه تراك. هو ده في بروسس وفي تفكير وفي اختفاء, وبعدين هيرجع تاني, وبعدين لما هيعرض عمل مش شرط انك هتبقى فاهم قوي هو العمل ده ايه. دي اكزامبل لاندرياس جيرسكي, مصور صوره النهر الراين في 1999. هو صورها قبل دي نمبر 2, نمبر 1 صورها وما كانتش عجباه, كان في مباني. هي صورة بسيطة جدا, ممكن تبقى حتى كنا بينتينج للاينز بالعرض, بس كان في حاجات مضايقة فيها فشلها. عمل سكانينج للفوتو, اديتد, شال مباني, شال حد معدي, وخلاها المنظر البرفكت اللي هو عايزه لسبب ما في نفسه مريحة كده أكتر. الصورة دي أغلى فوتوغراف اتباعت في العالم في أوكشن. حد عارف اتباعت بكام؟ عندها جسر بعد بكم؟ مئة مليون إيه؟ لا, 4.3 مليون دولار. This picture. مهم قوي ان نفهم ان, ودي مشكله اللي كنت بحكي لكم عليها في الاول, ان سوق الفن في مصر بيتعامل مع الفن على انه ديكور. الفن مش بس عشان يتبص عليه, الفن بيعمل حاجه. الفن يعني انا ممكن اروح to an extent ان اقول ان الفن ده حق, ان حق اي مواطن يبقى عايش في فن او شايف فن. هو مش رفاهيه, الفن مش رفاهية خالص. الفن بيعمل حاجة مهمة قوي, وتكاد أهميته تكون زيها أو مش أكتر من, ما كانش أكتر من علم النفس والفلسفة والأديان والأركيتكتشر. الفن مهم جدا في حياتنا, لأنه هو بيعمل حاجة أكتر من ما هو بس يتبص عليه وحاجة جميلة. والإكزامبلز عندنا كتير قوي. ده إكزامبل عنيف شوية للفنان جويا. ده كان رسم, دي القصص الإغريقية القديمة. كان رسم القصة دي عن, كان ساترن اللي هو واحد من الآلهة الإغريقيين, عنده في تنبؤ جاله إن حد من عياله هيشيله من الحكم وهيقعد هو, فكل ما يخلف عيل يأكله. هي دي القصة الإغريقية. فجويا عملها في لوحة. هو الهدف مش اللوحة ان انا ابص عليها وفقط, هو بيحكي قصة سياسية جدا عن الحكم ساعتها و very political, بس عملها بصورة سرد القصة إغريقية.
الكيف دروينجز اللي كانت في الكهوف الناس الاولانيين هي مش هدفها فن يتبص عليه، هو بيحكي حكايه، بيحذر ناس، بيعلمهم ازاي يصطادوا مثلا، بيدوكيومنت. فالفن بيدوكيومنت ازوال. قدماء المصريين كانوا الفن اللي على في المقابر والعيون الكبيره اللي بيعملوها دي عشان المتوفي يشوف الحياه من اللي بعد الموت. فالفن ما كانش بس عشان أبص عليه وأقول الله جميل، هو له دور برضو. حتى في الكنائس التماثيل الكبيرة الأيقونات بتدي رهبة، بتدي بتعمل أحاسيس مهمة قوي. فالفن مش بس عشان أبص عليه، فالأعمال الفنية كلها لو مش هتخليني أفكر، لو مش هتخليني أحس حاجة، يبقى مش أنا مش هسميها فن على الأقل يعني. نقطة بقى مهمة قوي قوي قوي، في فرق ما بين السبجكت ماتر اللي هو موضوع العمل والمحتوى اللي في العمل. هنا الموضوع إيه؟ إيه اللي في الصورة؟ ممكن نقول واحدة ست، ممكن نقول فيفي عبده، ممكن نقول رقاصة، ده الموضوع. بس المحتوى ايه؟ ايه اللايرز التانية اللي ممكن نقولها؟ ان هي هنفهم القصة دي بالكونتراست. دي صورة لست، لفيفي عبده، لرقاصة، نفس السبجكت ماتر بالظبط، بس الكونتنت المحتوى مختلف جدا. لما تشوفوهم الاتنين جنب بعض هتفهموا يعني ايه الفرق ما بين سبجكت ماتر وكونتنت. سبجكت ماتر احنا بنشوفه اول حاجه لازم ننساه خلاص، اللي بعده ايه المحتوى اللي ورا ده؟ انا ببين ست قويه في قمه مجدها، في ثقه في النفس، مسيطره. الصوره الثانيه ست برضو رقيقه، خجوله يمكن شويه، المحتوى مختلف جدا. مفروض لما بنفكر في الأعمال الفنية، الأعمال الفنية مش نسيسيرلي عن الموضوع، هو في محتوى ورا الموضوع أهم بكتير قوي. هنستعمل نفس الإكزامبل تاني، صورة الفيفي عبده ست، ففهمنا أن هنا في محتوى مختلف. صورة تانية الفؤاد الخوري، ست برضو فنانة، بس الصورتين مختلفتين تماما. السبجكت ماتر هو هو، الموضوع هو هو، بس المحتوى الصورتين مختلفين تماما. شايفينهم؟ ماشي. ده مهم قوي 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 في عالم الفن. See as much as you can. من اهم الحاجات في المرحله بتاعت انا في الاستوديو وببراكتس ان انا اروح اتفرج على قد ما اقدر، اتفرج من بعيد، اتفرج من قريب، اشوف الفنان ده عامل ده ازاي، طبعه على ايه، مبروزه ازاي. انا من اكتر حاجات اللي بقعد ابص عليها هو الماتيري اللي مستعملها ايه. ليه استعمل الورق ده مش ده؟ ليه استعمل برواز ده مش ده؟ ممكن تبقى صوره قد كده في برواز قد كده، ليه؟ ابص على اعمل زوم ان على الماتيريال نفسها. ليه انالوج مش ديجيتال؟ اسئله كتير قوي، بس لازم نشوف كتير قوي. مع الشوف والتكرار في الشوف هنبتدي نعمل، يبقى عندنا ثيري ليه بيعمل كده، وايه اللي ينفعني، وايه اللي انا احبه وايه اللي ما احبوش. ناس كتير تقول لك الفنانين كده عايزين يسرقوا السر ويفهموا. ماشي اوكي فاين، سرقوا مش مهم. لما تلاقي يور فويس هتبقى بتعمله بطريقتك انت. في يعني النقطه دي all identity art is all art is identity art. لان في كريتيك في امريكا ان الارت ده منفصل عن الشخص اللي عامله. ده مش موجود قوي الكريتيك ده قوي هنا في مصر، بس هو فعلا هو كل الارت هو عباره عن identity art او بيعبر عن الهويه، لان اللي عامله شخص، فهو بيعبر عن هويه الشخص ده ايا كان. سواء بقى الشخص ده عنده اراء سياسيه اكيد هتبان في الاعمال، عنده اراء التعليق على حاجه في الاجتماعيه هيبان في الاعمال. فكل الفن في الاخر هو تعبير عن هويه، لانه في شخص اللي عامله، فالروح الشخص دي اكيد هتيجي فيه. فدول اتنين سيلف بورتريتس، واحد لليد فريدلاندر، واحد ليو بولين.
السكند سيلف بورتريت ده ما اعرفش شايفينه ولا، هو بيتخصص في ان هو يعمل ما يبانش من الاعمال، بس هو واقف هنا في النص هنا بالظبط، مش عارف شايفينه ولا لا. يعني الاثنين دول التو فوتوغرافز دول ذير سيلف بورتريتس، بس معمولين بطريقه ان انا مش عايزه ابان. واحده الراجل هنا هيز ا شادو ظل، والتاني هو متخفي في وسط بلالين، فهو عامل سيلف بورتريت مش عايز يبان فيها. فهي ليه دعوه بالايدنتيتي بتاعه الشخص برضو وهويته، هو بيكسف ما بيكسفش، انا مش مهم. ممكن نستنتج منها حاجات كتيرة قوي، بس هو الفن كله في الآخر تعبير عن هوية. برضو كريتيك تاني ان في عالم الفن دلوقتي دايما في النقاش بتاع بس ده مش فن معاصر، لا لازم يبقى فن معاصر، لا مش كونتمبري كفاية. هو الفن كله كونتمبري، هو حتى الفن اللي من 1000 سنة كان ساعتها كان كونتمبري، كل يعني الفن كونتمبري. بس المقصود ايه؟ ان الفن المعاصر ما ينفعش يبقى منفصل تماما عن الواقع اللي احنا عايشينه. يعني ما ينفعش مثلا انا عايشه في بلد فيها حرائق بتحصل كتير قوي بسبب تغير في الجو واللي بيحصل في الانفايرمنت، وبكلمش عمري عنه وما بيأثرش فيا، انا عايشه في البلد وكل كام يوم عندي حريقه في ورايا مثلا. لو ما اتكلمتش عن ده مش لازم بطريقه مباشره نرسم حريقه، بس لو ما اتكلمتش يبقى انا منفصل عن الواقع بتاعي، ساعتها ما بقاش كونتمبري، هو بس بقى حاجه فنيه شكلها جميل وخلاص. بس لازم يبقى في ترابط مع الواقع اللي احنا عايشينه، الواقع السياسي الاجتماعي الثقافي، لازم يبقى في تعبير وبقى جزء من التعامل مع الواقع اللي احنا فيه. فدي لوحه من 1656 لفيلاسكيز، ساعتها دي كانت معاصره جدا، واللوحه دي رجت الدنيا لان ده فنان اللي هو اللي هنا اللي بيرسم كان مطلوب كوميشند ان هو يرسم الملكات الاميرات الصغيرين اللي هم لاس ماني ناس. وفي الباك جراوند هنا شايفين في مرايه واقف فيهم الاهل من بعيد بيتفرجوا. فدي اول لوحه فنان مدفوع له فلوس عشان يروح يرسم لوحه، هو مش ما كانوش معتبرين الفنانين حاجه مهمه. فالفنان عمل بورتريت لنفسه، انا فنان، انا هنا، انا موجود، انا عندي حاجه اقولها، انا المهم. ده ما كانش حاصل قبل كده خالص، فساعتها دي كانت معاصره وكانت مهمه جدا وما زالت مهمه لغايه دلوقتي. يعني نفس اهميه شغل هدى لطفي. هدى لطفي فنانه، هي عارضه برضو هنا ورانا، ما اعرفش لو شفته ولا لا، عامله فيديو سوما والديمقراطيه، دي كلهم ام كلثوم، صور لام كلثوم. فنفس المعاصره هي بتتكلم عن حاجه ليها دعوه بالهويه بتاعتنا، التراث بتاعنا وهكذا. كل عمل فني بيتعمل في اللحظه معاصر، بس المعاصره لازم تبقى مقترنه شويه بالتعامل والتفاعل مع الواقع اللي احنا عايشينه. احنا لازم نجري عشان احنا متاخرين شويه. ده الجزء اللي اكيد هتشوفوه ان هو ممل جدا، بس ان انا دخلت بقى سوق الفن هعمل ازاي، اصعد ازاي، اعمل ايه، اكلم مين، اعمل ايه. وهو بيسميها ذا سنيك بيت، لان دي الفتره اللي بيجي فيها بقى ايه المنافسه، وده عمل ايه وده ما عملش ايه، وده باع وده ما باعش، وبيع ازاي، والكلام العنيف ده. فاكسبت ذات يو لايكلي بي بور. احنا بنسمع عن ريكورد اوكشن سيل زي قلنا الفوتوغراف بتاع كيرسكي، بنسمع عن ان في فنانين في ويتنج ليست لاعمالهم، عن فنانين المعارض بتتباع كلها قبل ما الافتتاح، مجلات بتطاردهم عايزه تعمل ريبورتاج معاهم وتتكلم معاهم، كولكترز بيدوروا على شغلهم، كل ده بنسمعه. بس ده ما يجيش 1% من الفنانين اللي في العالم، الباقي كله مش هيبقى دول. فده واقع لازم نبقى متعرفين عليه وتمام معاه. فبالتالي مهم جدا 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 الجزء اللي جاي، define success، لازم كل واحد يحدد لنفسه يعني ايه نجاح. هل ان انا ابيع كتير واختني من الفن ده نجاح؟ هل ان انا الاعمال بتاعتي تتعرض في مزادات ده نجاح؟
في الشرق الأوسط هنا احنا بنحب قوي الفنانين، بالنسبة لهم ده شرف كبير قوي ان اعمالهم تتعرض في مزاد، لان هنا في آليات السوق هنا في مصر ضعيفة قوي، او في الشرق الأوسط عامة ما عندناش كولكترز كفاية، ما فيش نقاد كفاية، ما فيش كتاب كفاية، ما فيش حركة كافية، الآليات نفسها ضعيفة قوي. فبالتالي لما حد عمل من اعماله تتعرض في اوكشن، يا دي الأملة، لانه بيتعرض على كولكترز من العالم كلهم، بيتعمل شوية تسويق، فده بالنسبة لهم نجاح جامد قوي. بالنسبة للغرب العكس بالضبط، يعني في جاليري في لندن أنا أعرفه كان باع لوحة، بعدها بستة أشهر الكولكتر ده باعها في مزاد، الكولكتر ده اتحط على بلاك ليست وما تبعلوش حاجة تاني، لأن معناها أن أنت مش مقدر الفن ده وبتاخده استثمار عشان تقلبه وتبيعه تاني. فبالنسبة لهم ده بالعكس، ده مش حاجة كويسة. أيا كان كل واحد لازم يحدد معايير النجاح بتاعته شخصيا. طبعا الانستغرام والفيسبوك والسوشيال ميديا هو شر لابد منه الصراحة، أنا بحاول أهرب منه بس هو واقع أليم إحنا عايشينه. بس هل كم اللايكس والكومنتس والسوشيال ميديا انتراكشن ده نجاح بالنسبة لك ولا لا؟ لازم كل واحد يحدد النجاح بالنسبة له عشان يقدر يسيرفايف في عالم الفن. أو أوردز، كسب جايزة، تعزم بنالي معين يحضر فيه، اقتناء بتاع كولكتر مهم معين مهتم بيه. فدي كلها معايير للنجاح، كل واحد لازم يعرف بالنسبة له هو إيه المهم. هو بيقول لنا من وجهة نظره، وأنا أوافقه من وجهة نظره دي، إن تايم أو الوقت هو من أكبر معايير النجاح، ان انا اقدر اوفق حياتي بطريقه ان انا يبقى عندي وقت اتفرغ للفن اللي انا عايز اعمله. فمعظم الفنانين اللي انا اعرفهم عندهم شغلانه، يا اما بيدرسوا يا اما بيشتغلوا جرافيك ديزاينرز يا اما بينوا حاجه تانية خالص، وبيظبطوا حياتهم ان يبقى عندهم وقت للتفرغ لفنهم. لان لو هتشتغل فن بس لوحده وانت مش من 1% المرزقين، يعني هتبقى عيشة صعبة، لأن الماتيريال غالية، وأيا كان بقى الميديا من أنت شغال بيه، لو فوتوغرافي غالي الكاميرا نفسها، لو بينتينج الزيت والكانفس والبروزة، كفاية بند البراويز. يعني لو شفتوا كم المعارض اللي معمول هنا، ده بعد ما الفنان بيبقى خلص وخلاص وتمام لسه لازم يبروز. فإت إز إن إكسبنسيف profession. I think the most valuable measure of success هو time. أنا عندي قدي وقت أقدر أكرسه للفن بتاعي. طيب أنا فنان وبشتغل وتمام، أعمل إيه بقى؟ الكارير بتاعي هيشتغل إزاي؟ محتاج dealer أو art gallery. الديلر أو الارت جاليري ده اللي بيمانج الشغل بتاعك، اللي بيبيعه، اللي بيعرضه، اللي بيسوقه، وبرضو بيبقى فيه حديث فني بينك وبين بعض. ايديالي العلاقة ما بين الجاليري والفنان علاقة استراتيجية، نجاحك من نجاحي ونجاحي من نجاحك، ان احنا نشتغل مع بعض، وبتبقى فيه علاقة لونج تيرم، ما هياش معرض وخلاص، مفروض يبقى أطول من كده، هو جزء من الكارير بتاعك. في جاليريز كتيرة قوي في مصر، يعني في عندنا أكتر من 60 جاليري، بس للأسف كتير قوي منهم شبه بعض جدا، ما عندهمش توجه معين. في منهم عنده بس الباقي شبه بعض قوي، هتلاقي حتى نفس الفنان بيعرض هنا وهنا وهنا، مرة هنا مرة هنا، فده بيخلي العملية صعبة. ليه؟ عشان كده بقول الميدل إيست ومصر بالذات أصعب التعامل فيها كفنان. محتاج شوية كولكترز، كام كولكتر كده عجبه الشغل بتاعك وقرر ان هو يشتريه، فقال لحد تاني، فحد شاف ان عنده قال له ده انترستنج انا عايز، يبقى فيه سبورت من شوية كولكترز. طبعا ده برضو تشالنج تاني موجود في مصر، ان مفيش كولكترز كفاية، والكولكترز اللي موجودين مهتمين بالفن المصري الحديث، اي اللي هو ما قبل السبعينات، اي حاجه قديمه يعني الانتيكس. الكولكترز اوف كونتمبري ارت قليلين قوي 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 قوي، فده تشالنج تاني. كريتكس، محتاجين ان يبقى في حوار على العمل الفني، حد يقول حلو، حد يقول وحش، حد وحش ليه، حلو ليه، مش مهم بيقولوا، مش مهم رايهم في الاخر، بس المهم ان في حوار والناس بتتكلم وبتعرض وجهات النظر دي. بالنسبه لك انت كفنان
مش حلو ان يبقى في الحوار ده. ممكن اخد الكريتيك بتاعه اوكي, ممكن ماخدوش, بس ان الحوار ده والديالوج حوالين العمل الفني مهم جدا. محتاج كوريترز, كوريتر اللي هو بيسموه بالعربي القيم على العمل او مش عارف كلمة تانية, بس الكوريتر ده بيبقى زي بمثابة مخرج مثلا للفيلم. هو اللي بيعمل مثلا عنده فكرة المعرض, فبيعمل ريسيرش مين بيعمل أعمال فنية متمشية مع المعرض والفكرة اللي أنا عايز أقدمها, بيشتغل مع الفنانين المختلفين لتوصيف الأعمال للفكرة, وفي الآخر بينتهي بعرض الأعمال هتعرض كده ولا كده ولا كده. فالكوريتورز مهمة قوي لأن بيشتغلوا مع ميوزيومز مثلا, فلما بيعملوا معارض جماعية ممكن ياخدوا عمل من الفنان ده وعمل من الفنان ده, فالناس تتشاف الأعمال تتشاف أكتر. احنا عندنا برضو كوريتورز قليلين قوي, ومعظمهم حتى اللي بيشتغلوا في مصر والميدل ايست اجانب مهتمين بالفن اللي من الشرق الاوسط, بس ما عندناش كوريتورز كفايه مصريين, محتاجين اكتر من دول. ففي ناس طبعا فنانين احسن في الكوميونيكيشن والنتوركينج, عندهم المنظومه دي, عندهم ديلر وعندهم الكريتكس وعندهم الكوريتورز وعندهم معارف الكولكتورز وعندهم وعندهم وعندهم. مش كل الناس هيبقى عندها ده, it's unfair, بس يعني it's okay, بس هو at least now you know ان ده الايكو سيستم والناس اللي محتاجينه. لازم تعرف تكتب عن فنك. وفي مشكلة في العالم الفني عامة, هي حتى في تريقة كتير قوي عنها, ان الناس بتستعمل لغة معينة صعبة قوي وغليظة قوي وكلام وكوتينج, او يذكروا فلاسفة وهما بيتكلموا عن اعمالهم. لا خالص, يعني مش ده الكتاب عن الفن. انا مش هدف ان انا عقد البني ادمين, هي انا عايز اوصل المعلومة وعايز اوصل اللي انا عايز اقوله للناس بطريقة سهلة وبسيطة, مش لازم اعقد الدنيا خالص. يعني ستيب 5 اللي هي القبل الأخيرة, إزاي خلاص أنا دخلت عالم الفن, اشتغلت في استوديو بتاعي, اتعلمت أفكر زي فنان, فهمت آليات السوق, السيرفايفل بقى أستمر في عالم الفن إزاي, لأن عالم الفن is competitive. وعشان كل فنان مش زي أي شغلانة تانية, الفنان ده بيطلع حتة من نفسه, هو حساس قوي. يعني هو تعبير عن آرائك الشخصية والهوية بتاعتك, فما هوش حاجة بعيد عنك, لا هو أنت. فالسيرفايفل في عالم الفن بيبقى صعب. هو بيقولك لازم تبقوا vampires in a way. هو بيقول دايما في مصر كريتيك بيقولوا ان في شلالية في الفن. هو في شلالية, بس مين قال ان دي غلط؟ مين قال ان انا يبقى في مجموعه من الفنانين متفاهم معاهم متفاهمين معايا, بناخد اراء بعض, بنشتغل مع بعض, بنساعد بعض, بنساند بعض, فيها ايه؟ ما فيهاش اي حاجه خالص. فبالعكس احنا محتاجين نشتغل مع بعض اكتر كمجموعه فنانين, ناخد اراء بعض بطريقه او اخرى, بنحمي بعض برضو, بيبقى عندنا كده عزوه فنيه بتساعد كتير قوي. لو في معارض جماعية بنشترك مع بعض وبنساعد بعض بالكريتيك, وده مهم جدا. هو احنا بنعمله قليل قوي موضوع الكريتيك او النقد للأعمال الفنية, بس هو مهم جدا وهنتكلم فيه سريعا. الكام درس اللي جايين دول برضو شبه اللي في الاول, هم بديهيين قوي ومهمين للحياة in general. learn to deal with rejection, تحملوا النقد وتحملوا الرفض, ويعني لازم يبقى عندنا كده thick skin زي ما بيقولوا, ان ناس هتنتقد الشغل بالذات في الاول. جاليري ممكن تروح تقدم لجاليري ما ردش على الايميل بتاعك اصلا, كريتر ما ترضاش تقابلك, مش فاضيه دلوقتي, عادي, ده كل ده بيحصل, اتس اوكي okay. كملوا, ولو في نقد اسمعوه, لانه ممكن تبقى النقد ده انت مش طايقه او بيقول اي كلام, بس عادة ما في سنة حاجة حقيقية في اللي بيقولها, هتلاقي حاجة ممكن هتفيدك انت في الآخر في النقد ده. make an enemy of envy, ما تركزش مع اللي حواليك, ده نفس سني وبيبيع أغلى مني, لا أنا لازم أعلي أسعاري, لا ده متخرج نفس الدفعة وبيعرض في الجاليري الفلاني لازم أنا كمان أعرض.
لان الانفي او الغيره دي بتخلينا نبص على كل الناس بس بتعمينا احنا عن شغلنا. having a family is fine. كان دايما يقول لك المقوله الشهيره ان لا الفنان ما ينفعش يخلف والفنان ما ينفعش يبقى عنده عيال. لو رجعنا البوينت اللي قبل كده بتاعه defining success وان النجاح is time, انت ممكن تظبط حياتك بطريقه ان يبقى عندك time حتى لفاميلي. ومروة بتبرق لي فمعناه لازم أخلص بسرعة. The last step, step six, زي closing remarks بتاع جيري سولتز الكريتيك اللي كتب الارتيكل دي about, I think it's more about life in general, يعني هتنفع في الحياة برضو. الأعمال الفنية اللي ما بتحبهاش مهمة برضو زي الأعمال الفنية اللي بتحبها. ده من أكتر الفنانين اللي بيستفزني أنا شخصياً, جيف كونز. هو بيعمل سكولبتشرز وعمل نحتية من ستينلس ستيل زي ده الأرنب, وبيتباع بأرقام قياسية قياسية قياسية. فمش لازم يعني الحاجات اللي مش بتحبها مهمه برضو. يعني في ناس كتير قوي بتنتقد في الفن المعاصر تقول لك ان البينتينج نفسه كميديم مش معاصر. لا, البينتينج خلاص مات, كل حاجه اتعملت فيه, ما حدش هيعمل بينتينج جديد, كل الجديد ده ممل. لا, سكالبتشر انتهى. لا, الانالوج خلاص بقى كله دلوقتي ديجيتال, والديجيتال ده الجديد, و3 دي ارت. بلاش نبقى كده. او ممكن من الحاجات القديمه دي بتبقى لسه برضو مهمة. Very importantly, art is a form of knowing yourself. Again, هو الفنان بيعبر دايما عن نفسه وعن هويته وعن نظرته. ده عمل فني للفنانة إنجي أفلاطون. هي فنانة, هي كانت من عيلة أرستقراطية هانم يعني, وبعدين بقت دخلت يعني شاركت في مظاهرات, وكان عندها ميول سوشيالست واتسجنت, وكانت بترسم يعني كل اعمالها شكله كده بس المواضيع والمحتوى مختلف. يعني كانت دايما ترسم حصاد القطن, المزارع وهكذا, بس ده عمل بتاعها عن الفدائيين السولجرز بالذات في فلسطين وقت الانتفاضة. فهو شكله ديكوراتيف جدا, شكله very pleasant والله لطيف, بس هي بتعبر عن حاجة مهمة بالنسبة لها. هنا هي مهم انك تعرف نفسك وتعبر عن نفسك. مهمة قوي قوي. احنا قربنا نخلص. Artists do not own the meaning of their work. الفنان لما بيعمل عمل فني هو بينتهي بانه عمل العمل الفني. مين فهمه ازاي وفهم ايه وشاف ايه, ده مش ملكك خلاص. انت بتتخلى عن العمل الفني في ساعتها. لان انا هشوف عمل فني, هشوف حاجة شفته بطريقة معينة, ماشي. انت شفت حاجة تانية, حد تاني شاف حاجة تالتة. وفنانين كتير قوي مش فارق معاهم قوي ان انت تفهم هو كان قصده ايه, لان الموضوع بيرسونال برضو, فممكن يبقى حاجة مش عايز اي حد يعرفها ايه قصدها اصلا يعني. فده عمل الفنانة نرمين همام. انتوا شايفين ايه فيه؟ بني ادم ايه؟ ايه؟ جوه البن؟ اوكي. مين تاني؟ حد شايف حاجة تانية؟ دي صور كانت متصورة في الفيوم عند البحيرة بقماشة. وفعلا في بني ادم ملفوف جوه القماشة دي. بس هي edited. ومعنى العمل الفني ده is private للفنان, كان قصده ايه مش قصده ايه, المهم هو انت فهمت منه ايه. فكفنان تخلى عن الميننج. احنا ليه مش بنمشي؟ اوكي. All art is subjective. الفن كله نسبي. هنا هنشوف عمل لراندا شاث, ممكن اي حد يشوف ده يقول دول حنفيتين, ماشي. انا بالنسبه لي بشوف دي, بشوف علاقه ما بين اتنين, واحد وحبيبته او اختين. العلاقه دي مستمره عبر الزمن, عبر الديكاي, عبر المشاكل, عبر اي حاجه. هما الاتنين مع بعض مش هيسيبوا بعض. ده اللي انا بشوفه. فالفن نسبي.
هو الفن ستاتيك وما بيتغيرش، بس هو عمره بيبقى نفس الحاجة لما بتشوفها مرتين. دي حنفية. You must prize vulnerability. الفنان عشان قلنا هو بيعبر عن نفسه وعن هويته، بيحط حتة من روحه في الأعمال الفنية، فبيبقى vulnerable، بيبقى مكشوف كده. لازم تتأقلموا مع الفكرة دي، إن في جزء منكو معروض للناس، بتتكلم عليه، بتشوفه بيعجبها ما بيعجبهاش وهكذا. Be delusional، عيشوا في الوهم. لو حد قال لك أنت ما تخرجتش من الفنون جميلة، مش مهم، ما بتعرفش ترسم، it's okay، معيش فلوس عشان أعمل فن، مش مهم، you don't owe enough art history، مش دارس ومش عارف تاريخ الفن، you're not original، ما انتش مختلف، ما انتش جديد، مش مهم. Be delusional. So what؟ دايما فكر نفسك ان انت genius. الفن لأي حد، بس هو مش لكل حد. والإكزامبل اللي هختم بيه على الموضوع ده هو حصل امبارح، كنت لازم احطه في البرزنتيشن. في فنان اسمه مايك وينكلمان، او معروف ببيبل، معرفش لو تعرفوه ولا لأ. هو بيعمل ديجيتال ارت، في ار، اي ار، شورت فيلمز، بيعمل في جيين كمان لالوت اوف دي جيز وميوزيشنز. عمل حاجه اسمها افري داي موفمنت، بيعمل 3 دي ارت كل يوم وبوستت اونلاين، وبقاله اكتر من 10 سنين بيعمل الكلام ده، ما فوتش ولا يوم، كل يوم بيعمل 3 دي ارت ورك ويحطه اونلاين. وكان الهدف من ده ان هو كان عايز يحسن من مهاراته، فقال انا اف اي كوميت لده كل يوم يبقى هقصب نفسي نعمله كويس. كل يوم كان بيحط دول. باع امبارح كولاج ب 69 مليون دولار. عمل كولاج من اول 5000 ديجيتال ارت عملهم في الحركه بتاعت افري داي دي، وباعهم في كريستيز امبارح ب 69 مليون دولار. ميكينج هيم، ده ديجيتال ارت مش حتى حاجه مطبوعه، ميكينج هيم ثالث اعلى فنان باع عمل في العالم ولسه عايش. والاهم من ده، وانا لسه بحاول افهمه مش فاهماه قوي، ان هو باعه يوزنج كريبتو كرنسي او عمله الكترونيه اللي هي ايثيريوم، ومعمول بان اف تي اللي هو نون فانجبل توكن. يا دوبك فاهمه، لسه بحاول افهم اكتر. فthis is a record and he was delusional. He believed in himself وعمل ده و he made it. أعلى عمل لا جيف كونز and البلو الرابط كان ب 90 مليون دولار. هوكني، ديفيد هوكني، انجلش ارتست، المان وذ اون سويمينج بول. Thank you very much. Thank you. ممكن two questions لو حد عندهم أسئلة نلحق. Okay, طيب we have to go للأسف. I am available. Yes. Oh, there is. Okay. Your questions are more important. The interviews can wait. It's a bit tight. ولا حاولت أجري، سوري، آه، مايكروفون.